السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ اهلا بيكم، نورتونا وشرفتونا في القناة بتاعتنا. ان شاء الله اتمنى الفيديو يعجبكم، وان شاء الله كده تحبوا اللي انتوا تسمعوه لحد الاخر. النهاردة يا جماعة جاي لكم بوصفة للشعر اللي انتي الناس اللي هو شعرها قصير او مقصف. الوصفة دي اللي هي بتطول الشعر، انا مجرباها، او انا بمعنى صح بستخدمها، بس هو في حاجة ناقصة فيها، بس انا والله هي مش موجودة عندي دلوقتي. عشان بس ابقى صادقه معاكم، ممكن كنت يعني ما كنتش قلت لكم عشان ما كنتش هتعرفوها، بس انا هي الحاجه اللي ناقصه اللي هي الصبار، اللي هو جيلي صبار. لو انت عندك صبار حوشي منه حته كده جزء واعمليه. تمام، انا معانا النهارده اللي هو احنا عايزين نطول الشعر. بصي انا مش هقولك بيطول كتير قوي، لا ببطء برضو، بيبقى بيطول يعني سنتي حاجه قليله، بس بيطول وبيجيب نتيجة كويسة. معنا النهاردة زيت سمسم اهو اهو يا جماعة، اهو يا جماعة زيت السمسم ده هو اللي انا بستخدمه. هو انا بجيب الكمية القليلة، بيبقى التركيز بتاعها عالي وبقى كويس. هي دي، هي لسه جديدة كمان اهو، لسه جديدة عشان اللي كانت عندي ايه خلصانه. هفتحها قصاد حضراتكم، طبعا سامعين الصوت اهو، لسه جديده والله، عشان ايه تعرفوا اللي انا استخدمت التانيه. مش عارفه التانيه كانت هنا بس باين رميتها. دلوقتي هناخد ايه، معلقه منه، هنعمل بس ايه حاجه قليله اهو، باينه معلقه صغيره من دي. طبعا انت هتعملي الازازه كلها، تخلطيها في برطمان او ازازه كبيره عنها وتعمليها. ومعانا زيت جرجير، زيت اهو جرجير اهو ده اهو. اللي عايز ياخدها سكرين يا جماعة عادي، دي الازازة الصغيرة، دي الازازة الصغيرة اهو اهو سكرين اهو، والتانية اهي لو اللي عايز ياخدها سكرين. دول والله العظيم هما الاتنين دول سحر لتطويل الشعر اهو سكرين. تمام يا جماعة، هنستخدم احنا طبعا حطينا زيت السمسم، هنحط ايه زيت الجرجير اهو. هو زيت الجرجير يعني انت هتلاقيه ريحته وحشة بصراحة، هو يعني زيت السمسم معقول شوية. تمام اهو، هنقعد نقلبهم كده شوية اهو كده يتخلطوا مع بعض. طبعا انت هتحطيهم في ازازة، طبعا الازازة هتبقى مش عارفه الازازه دي بتفلت، نستخدم دي. طبعا انت هتحطيهم في حاجه زي كده او اكبر من كده، ده حاجه ترجع لك انت. هتقعدي قبل ما تستخدميها تقعدي ترجيها كده، تجيبها يمين وشمال، تجيبها يمين وشمال عشان بس تخلطيهم في بعض كويس. وده لتطويل الشعر يا جماعه، والشعر المقصف برضو هي بتجيب نتيجه مع الحاجتين، بس هي بتطول الشعر اكتر. يعني المقصف يعني بتبقى نسبه نجاحه 40% 30% في المقصف، اكن التطويل لا بتطول بصراحة، يعني عشان ابقى صريحة معاكم. وكده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بخير.